السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح أشوف دراسة محمد مصاربي ونشوف شو كيف شغله. طبعاً في البداية مثل ما حكينا أنا بدي أدقق على الريفرنسز وأشوف كيف وضعه. خليني أشوف الريفرنسز ومن السورسز نشوف الدراسة الأولى اللي هو عنده. الدراسة الأولى هي دراسة بدوي، أيها هي بدوي. خلينا نشوف كيف هاي دراسة بدوي، نشوف اللي تبعها. طبعا عربي article in periodical، نفس القصة يا جماعة. هذا مش periodical، هذه مجلة journal. فهنا journal article. نشوف هنا بدوي وهيبة، اوكي. التايتل اثر على قيمة الشركة. الجورنال نيم مش محطوط يا محمد، لازم الجورنال نيم يكون موجود. هاي الجورنال نيم، وهنا بنحط الجورنال نيم، بنظبط مجلة المحاسبة المراجعة. مجلة المحاسبة المراجعة، تأكد بس. نعم. السنة، البيجز كمان مش محطوطة، يعني في معلومات ناقصة. البيجز اللي هو شوف هيك، اللي هو من صفحة 171 ما نسخها. طيب ماشي، 171 إلى 171 إلى نروح على آخر صفحة اللي هي 260. نشوف الأمور الثانية. أنا عندي بدي الفوليوم، بدي الفوليوم اللي شو كمان مش محطوط يا محمد. نروح هنا ندور. طبعا يبدو إنه مش محطوط، يعني لا فوليوم ولا إشي في المجلة. خلص ممكن أتركها يعني، او ممكن انا ابحث عنها، يعني اروح على المجلة على موقعها واشوف وين موجودة. طيب ماشي يا محمد مصاري، يعني المفروض المجلة تكون حاطة الفوليوم والعدد، مش موجود. خلاص طبعا هذا خلل، المفروض المجلة تحط هذا الاشي. خلاص بعمل اوكي، انا جاهز بشوف اللي بعده. بعمل طيب، نيجي على بطاينة. هاي بطاينة، خلينا نشوف الوضع كيف. نفس الاشي، مش article in period، journal article عربي. البطاينة ماشي، عبد سويدان صح. والجورنال يا محمد الله يرضى عليك، الجورنال اسمه لازم يكون موجود، يعني نفس الخطأ متكرر. بنحطه هون. البيجز كمان عندي من 95 95 إلى نجم على الآخر 120 120. نشوف الفوليوم، نرجع الأول. طبعا أي موجود 15 و 1 15 و 1. إذا الفوليوم 15 والإشيو 1. خلص بعمل اوكي بقول له يس، لانه انا غيرت يعني الامور. اي والله انتهت، يعني صار في عندي المجلة الاردنية. طيب نيجي على اللي بعده اللي هي هذه الدراسة، وهذه مؤلفها اثنين، اي واحد اي الثاني، اي واحد واي الثاني. خلينا نشوف. طبعا هذه الدراسة هي ل بلاغوبي. شوف هاي بلاغوبي، نعمل إيديت. في عندك غلط هنا، انت حاط بس اسم الأول، في عندنا اسم الثاني هذا موجود، بس هذا الزلم الثاني بدك تحط اسمه. بنيجي هنا بنحط اسم الثاني، بنخلي اسم العيلة، وهي الاسم الأول بنحطه هون.
بعمل اد اوكي. الان جورنال نيم اوكي السنه، نيجي على الفوليوم ماشي الاشيو، مش هيك الاشيو، اطلع فوق هاي الفوليوم 7 وهي النمبر 2 7 و2. اذا هنا بدي يكون عندي ايش 2. خلص بعمل اوكي جاهزين. الان اخر واحد اللي هو هذا الجورنال اللي هم اللي هو الاول الاول، خلينا نجيبه هيو بعمل اديت انجلش. خلينا نشوف الاسماء، تعطي الثلاث امي ثلاث، واحد اثنين ثلاث صح. اخر واحد هيو هلو هيو صح اوكي. هاي الاسم بس اتاكد منه فهم اوكي. الجورنال في كاونتي فاينانس سنه، نيجي هنا الفوليوم والاشياء مش محطوطين، المفروض تكون موجودات هنا، اذا مش موجودات خلاص طبعا. هيهم هنا 4 و 3 معناته الفوليوم 4 والاشيو 3، الفوليوم 4 والاشيو 3. اذا انا بدي اتاكد يعني بقدر اجي انا اروح على جوجل سكولر، من جوجل سكولر انا يعني بشوف هاي جوجل سكولر. خلينا نحط الدراسه، هاي الدراسه حطيتها. الان بدنا نشوف هي هذه الدراسه، ايوه هي هي المؤلف. الان نشوف هون السايتيشن، هاي مكتوب 3 و4 اللي هي ايش يعني المجلد 4 و3 اللي هي الاشيو. فبنيجي هنا بنحط هنا 4 وهنا 3، تأكد 4 و3 4 و3 خلص هيك بعمل اوكي. هيك بكون انا عندي الريفرنسز جاهزه. اذا بدي اتاكد بعمل هنا الريفرنسز بحطهم بشوف كيف الوضع. هاي الانجليزي تمام، هاي هنا وهي المعلومات جاهزة خلاص. بدك ايه معناها؟ الان نيجي على اللي بعده. اذا احنا في الاول شفنا الريفرنسز، ظبطنا الريفرنسز. طبعا مطلوب منك محمد انك تعيد مثل ما انا عملت تعمل. الان بدنا نشوف اللي انت مشتغله، في عندك ناس خلص كثير ولا كيف. باجي على بدوي انا مزبوط كتابتها صح، بس هنا يعني نكتب هيك بعنوان بعنوان عفوا اثر هيكل ملكية، نحط هيك نضيف اللي كلياته، نحط غامق. طيب يعني في البحث خلينا انا اجيب بس الدراسة عشان اشوف هاي الدراسة انا جبتها. سبب البحث دراسة تحليل، يعني دراسة تحليل اختبار العلاقة بين هيكل ملكية طيب وتحديدا الملكية المؤسسية ومستوى إفصاح عن المسؤولية الاجتماعية من وقيمة الشركة المدرجة في البورصة في عام 2015 من جهة أخرى. طيب ماشي، أنت يعني حدا بتشغل هنا يعني يا جماعة بدنا يعني الفقرة، يعني بدناش الفقرة بس يعني كلمة تغير كل سطر، يعني تغير لك كلمتين ثلاث، يعني معظم الناس كلها بيكون. طيب تم صياغة نموذج الانحدار خطي متعدد وأشارة نتائج الانحدار المتعدد. طيب تم صياغة هاي النص اللي تم ياخذه. تم صياغة، طيب بدل تم الصياغة بقول تم استخدام. هاي تم استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد لتناول اثر الملكيه ومستوى الافصاح على او لفحص، خلينا نقول لفحص اثر الملكيه على كذا الاخره. وكانت نتائج عدم معنويه العلاقه، واشارت النتائج تحليل الى عدم معنوية. هنا الاختصار يعني غلط. وكانت النتائج تشير الى عدم معنوية العلاقة،
بين الملكية المؤسسية ومستوى الإفصاح الشركات وقيمة الشركة من وجهة نظر المستثمرين، وعدم اهتمام المستثمرين بمستوى الإفصاح. هنا يا محمد يعني النسخ واللصق كثير، مفروض يعني تستخدم تغير هنا شوية، تحط لك كل سطر يعني تحط لك كلمتين ثلاث كل سطر مش كل فقرة، يعني بكون النسخ واللصق بالطابع، فأرجو التعديل. الآن بدي نسأل البطاينة هنا، طبعا هنا احنا واحد معناته اثنين، معناته هنا في عندي اثنين اثنين بطاينة، خلينا نعملها بورد كلياتها. هنا بكون مش بطاينة، بكون مثل اللي فوق، بقول هنا دراسة بطاينة عبد وكذا إلى آخره. هدف الدراسة الاختبار، هاي الدراسة هاي عفوا هاي بطاينة، هدف دراسة الاختبار أثر هيكل الملكية، والحاكمية على الأداء المالي الشركات الصناعية والخدماتية الأردنية المدرجة في بورصة عمان خلال الفترة. يعني كله نسخ لصق، ما بزبط هيك، ما بزبط. مثلا بدل اختبار إلى فحص، مثلا أثر هيكل الملكية، أثر هيكل رأس المال، والحاكم المؤسس على الأداء المالي للشركات الصناعية والخدماتية مش الأردنية، مثلا في الأردن، في الأردن المدرج في بورصة عمان. يعني هنا أنا غيرت يعني بكل سهولة، غيرت أربع خمس كلمات، يعني كل سطر غيرت فيه كلمتين ثلاث كلمتين ثلاث، وهيك قيس عليه، يعني المفروض تظبط وتعدل حتى توصل علامة مليحة. يعني تم قياس، وقد تم قياس الحاكمية الآخرة من خلال حجم الإدارة وملكية إلى آخره، تكونت عينة الدراسة، يعني كل يعني معظم النسخ بدك تظبط يا محمد. بينت النتائج وجود أثر، أظهرت نتائج وجود أثر إحصائي لك في الملكية على الأداء المالي. طيب النتائج تم فقط أوسط الشركة دراسة. طيب نشوف اللي بعده، دراسة هذا الشخص، طبعا هذه الفاصلة بحكيمها، طبعا في عندي هنا خلل لأنه هذا أعتقد مش واحد، هنا مش واحد، بدنا نعدلها هذه وبدنا نضيف هذا الدراسة اللي هو هذا الشخص، فبنروح على ريفرنسز وبنضيف. هيو ملاحظ انه في عندك واحد انت كنت مش ضايفه، بحوله لتكست، بقيم هذا الفراغ او ال خلص هيك. هيو الان باجي على الاخر بقول بعنوان نقطتين، طبعا هذول كلياتهم خلينا نعملهم بورد كلهم. بالنسبة ل العنوان هنا وهون خلينا نعمل توسيط، هاي بهذا الشكل بيمشي الحال. هنا في عنا فراغ في الشيء اللازم، تهدف الدراسة طبعا هنا ما في مشكلة، لأنه أنا يعني هنا في التصحيح عدلت ترجمت لك طبعا لجميع الطلاب، عملت الترجمة هنا. انت انا هذا ما ترجمت لك اياها، انا طلبت منك انك تترجمها. الان انا بدي اشوف ترجمتك واحط لك الترجمة الصح ان شاء الله. طبعا يا محمد انا شيكت على الترجمة هنا وعدلت بعض الامور، خلاص صارت معتمدة الترجمة، خلاص اعتمدها. الان اجي على اللي بعده، بس اشوف هنا شو عندك. طبعا نفس القصة هنا، انت مش مترجمه، بدي افحص لك اياها الكيتي، وكان عندك مشكلة في الريفرنسز زبطناها. خليني انا اجي هون على هذه الدراسة،
اللي هي كلياتها بورد. طبعا اعتقد هذا فيها كمان غلط، في بعض الامور اعتقد ما كانتش دخلي. خلينا افحصها. طيب خلينا افحص، احط هذا الدراسة هنا واشوف هي نفس الاشي. لا لا صح، انحط هنا ما في مشكلة. هنا دراسة هذا الشخص بعنوان نقطتين، وهنا بحط مظلة التبسيط هيك. تمام تمام خلص. الآن خلينا أنا أشوف الترجمة هنا وأرجع. طيب محمد، أنا هيك يعني جهزت لك التلخيص، جاهز ظبطت لك إياه، خلص هذا عشان تعتمده في الدراسة. الآن نيجي على الجدول. مثل ما حكينا قلنا أول إيش عنوان الجدول، بسيط جدا. طيب خلي هذه بداج، طبعا مثل ما شرحت قبل بداج على الريفرنسز وانسيرت كابشن، وين بدنا اختار اللي هو جدول. باجي هنا بحط نقطتين وبكتب هنا ملخص دراسات السابقة. هاي بيجيني هنا الملخص، طبعا ممكن انا اشتغل عليه احطه خط 12 مثلا، وطبعا باجي هون على الكابشن وبعدل لو بكتب له ابديت كابشن تو ماتش سيلكشن. خلص هذا مهم جدا، بعدين بنشرحها ليش. او خلينا اشرحها هنا. مثل ما قلت انا احد الطلاب قبل انه انا في الاخر بدنا نعمل قائمه بالجداول، فبنعمل هنا سيرت تيبل، فبيجيني هنا يعني هاي الجدول يكون جاهز، يعني بدل ما احنا نكتبه بس نكتب فيه فبكون جاهز. ايه مثلا بقول قائمة بالجداول او قائمة الجداول، هذا في الاخر بنعمله ان شاء الله، بس ضروري احنا كل جدول نعمله بهذا الشكل. يا هلا يا هلا. طيب نرجع يا محمد لشغلك. هذا هو لنيجي هنا بدأ 2005. اوكي بطايني بطايني هنا هنا هون. هذا من الكيمها، هذه الدراسة بدناش نحطه هون. خلاص طيب هنا في انت في عندك فراغ هنا الكيم. اوكي خلاص هيك تمام. الان نيجي هنا دراسة تحليل واختبار علاقة بين هيك الرسم الهدي الملكية مستوى الإبصار. طيب ماشي. طيب خلينا نكمل هذه، بدنا نحاول نختصر ما أمكن. اختبار طبعا بالنسبة للدراسات الإنجليزية هذولا بدك تشوف تعدل بحيث إنه الترجمة الجديدة تحطها هنا، ما في داعي تفصل كل هذه الأمور. هنا في عندنا غلط، هنا وليش 31 شرقي مصر، مصر مصر هنا نعملها توسيط مصر. هسوي الدراسة اللي هي في عام 2015، يعني بس سنة واحدة. خلينا نفحص. صحيح محمد، هنا الفترة هي 2015 صح. نيجي هنا 92 شركة صناعية خدمة. خلص فيش داعي نحط هذه الأمور كلياتها. عمان الأردن بنكيمها الأردن. خلاص خلال الفترة نكيمها، بدنا نختصر احنا. كيف هنا خلاص صار هذا الشكل. وانا عشر شركات، يا هلا فيك الله يخليك. عشر شركات الاغذية والمشروبات مدرجة في سريلانكا. احنا بدنا نختصر سريلانكا خلاص بهذا الشكل. لان هنا النماذج انحدار، فترة متعددة، انحدار مشترك، انحدار مشترك، يعني
ارتباط بيرسون تحليل ارتباط تحليل ارتباط لا مش هيك بدنا نظبط هنا شوية. طيب خلينا نجي على اختبار اثر الملكية استكشاف العلاقة بين الملكية والبحث في تأثيرها كملكية. طيب نيجي هنا احنا على الدراسة الأولى دراسة الانحدار تم استخدام نموذج انحدار الخط المتعدد خلاص هذا هو يعني الخط الواحد بحله لسه يعني ما بطلع عليه هو بحله أنا بحله أوكي خط المتعدد نرجع لبعده قياس الحركة من خلال قيم ده تقومة عن الدراسة وتم قياسها تم استخدام أسلوب الانحدار المشترك والترجمة يعني المشكلة الترجمة هنا لتحقيق أهداف الدراسة. طيب اللي هو احنا مسميه بولدر ريجريشن طيب هو الأصل. طيب خلينا نمشي هو يعني الأدق الانحدار المتعدد انحدار متعدد ملتيبل ريجريشن يعني الدراسة الثالثة أيها. طبعا انا بعد ما ترجمت لك اياها 10 اجمع البيانات الثانوية تم استخدام في استخدام ارتباط بيرسون والانحدار المتعدد هذا الثالث ارتباط بيرسون وتحديد الانحدار طبعا الثاني المتعدد اخر واحد لونة مرتبطة تم استخدام الاحصاء الوصفي يقدر يقول لك مثلا الاحصاء الوصفي وعامل ارتباط والانحدار المتعدد نموذج طيب نيجي على النتائج هنا عدم معرفة العلاقة بين اليوم هذولا بهذا الشكل نظن نخليهم بورد الكيمياء عدم معرفة علاقة بين الملكية المؤسسية ومستوى الإبصار الشركة على مسؤولية طيب هذا معرفة على صح طيب ماشي اللي بعده وجود أثر ذو دلالة إحصائية طيب الهيكلة الملكية والحاكمية على الأداء المالي لجميع الشركات بقاس مستوى 2.8 القيمة هذه كلياتها طيب ماشي خلينا نيجي هنا على نتائج هنا يقول كما توصل فيش داعي وكما توصل خلاص يقول تأثير الحاكمية المؤسسية على أداء يختلف انتهينا نيجي على اللي بعده هذا الشخص طبعا المفروض ترجع للترجمة الجديدة ايوه نشوفها هو تقريبا نفس الشيء خليني بس افحصها تركز ملكية الملكية الأجنبية مرتبطة إيجابي الأداء المالي اوكي خليني بس نقيم هذولا كما يوجد هناك تأثير كبير طيب يوجد تأثير كبير لهيك الملكية الأجنبية على الأداء المالي خلاص ارتفاع هيك الملكية في لا هذا فيش داعي هذا تكرار يعني هذا تكرار ما في داعي طيب اخر شيء هنا الدراسة هاي اللي خلصت له خليني ارجع لها هنا هاي كملكية الاجنبية خليني بس انسخ نفس الاشي هاي كملكية لهم تأثير هاي كملكية
هياكل الملكية السابقة. طيب هياكل الملكية جميعها لها تأثير إيجابي كبير على الأداء المالي من خلال التأمين باستثناء الملكية المركز باستثناء تركز الملكية لها التأثير السلبي. خلاص هيك بيكون تمام إن شاء الله. خلاص هيك يا محمد مصاري بيكون الشغل يعني تقريبا يعني صحيح. أرجو منك إنك اللي أنا عملته هنا شفته وصححته تعيد تصحيحه. يعطيك العافية.